المركز الأول والصدارة وقوة التحديات مع أبعاد ولكن التسلل من الوثبة أحمد بن غانم بن حموده الظاهري وهذا الشعار الاقتصادي الواضح عبر الشاشات. المركز الثاني أصفهان، يا سلام يا أصفهان وتلال أصفهان الواضحة، سلطان بن علي بن ثابت أيضا مع التحديات والإثارة، بينما هنالك الأسماء الملاحقة في المركز الثالث هذه عرين وأحمد بن رشيد السويدي مع عرين في المركز الآن الثالث. الدور المركز الرابع هذه زعفور صباح بن محمد بن سعيد العفاري الآن في المركز الرابع. في المركز الخامس شعارك يا بغدير، شعارك يا بن غدير وشعار رموز، وهي بالفعل رموز حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي الواصلة مع خامس الأسماء. المركز السادس الريم ومحمد بن سالم الغيلاني، محمد بن سالم بن عوف الغيلاني مع الريم في المركز الآن السادس. تأخر للمجموعة السابعة، هناك المجموعة الأخرى وصول أيضا من شعار حمد بن مطر بن حمد الشامسي. وفي المركز الثامن الطيرة لحامد بن عبيد بن خلفان بن محمد الشامسي. المركز التاسع الشايبة حمد بن علي بن خويدم العامري. وفي المركز العاشر اللي تدخل بكل قوة خليفة بن سالم بن خلفان الكعبي اللي هي وصايف. يا وصايف يا سلام، هذه هي 10 أسماء متقدمة، هذه هي 10 شعارات في مقدمة هذه المسيرة. ونعود عبر ياس اللي تتابعها كل بل أغلب أو كل الناس اللي تتابع هذه الأحداث المستمرة في يوم من أيام الفرح وفي يوم من أيام الخيرات. أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول. يا بن حمودة يا سلام في مقدمة الأسماء وفي صدارة الأشواط وفي هذه المسيرة هناك في مقدمة الشوط، ولا زالت اللي غيرت قبل الانطلاق ببسيط، وهذه هي لا زالت مسيطرة في تغيير سريع إلى مقدمة الشوط، وسيطرت هذه السيطرة وانطلقت هذا الانطلاق وقادت لها من الشوط أسماء وشعارات لها وزنها ولها مكانتها بإنجازاتها دائما المشرفة من يوم الحج ولقيه واليوم الإذاع، وتنطلق بهذه المسيرة. يا سلام، هذه الوثبة في يوم من أيام الوثبة، في يوم من أيام الوثبة، والوثبة في ميدان الوثبة تحلق بهذه القيادة. سلام بن حمود السلام. المركز الثاني عرين أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في المركز الآن الثاني. وفي المركز الثالث يا سلام كذلك انضمام من زعفور مع المركز القادم مع التحديات ومع الإثارة مع القوة ومع أيضا ها هنا قوة وتحدي، وهذه الزعفور المنطلقة، هذه الزعفور القائدة للمركز الثالث في انتقاله رائعة ومميزة، وتلاحق الأسماء وعينها وفي رأسها خبر سار وعينها على المراكز المتقدمة. زعفور صباح هنالك العفاري المسيطر مع المركز الثالث وعين على الثاني. المركز الرابع قوة وتحديات وإثارة أيضا من قبل أصفهان، سلطان بن علي بن ثابت القايدي. يا سلام يا القايدي مع المركز الآن الرابع. وفي المركز الخامس هذه رموز حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. وفي المركز السادس اللي غيرت واللي انتقلت نقلة رائعة ونقلة مميزة هناك اللي هي الريم محمد بن سالم بن عوف الغيلاني، محمد بن سالم الغيلاني مع المركز مع التحديات ومع الإثارة، بينما الاسم القادم والتحديات
والإثارة والقوة والانطلاق. الله الله يا سلام يا سلام، الشايب علي بن حمد الخويدم، العامري العامري العامري، وصل الواصلون، وصلت مشكورة، سهيل بسالم بخلفان، سهيل يا سهيل، سهيل يا راعي مشكورة، بينما دخول وقوة وإثارة، وإنما الطيرة حامد بن عبيد بن خلفان الشامسي مع التحديات ومع الإثارة، عودة 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 إلى المركز الأول، عودة إلى الصدارة، عودة إلى القوة، عودة إلى هذه التغييرات. يا سلامي عليك يا سلامي عليك يا سلامي عليك يا أبو محمد، يا سلامي عليك يا أبو محمد، يا سلامي عليك يا الخبير، يا سلامي عليك يا المنجز. التاريخ يتحدث، التاريخ يتحدث، التاريخ شاهدا معي على هذه الأحداث يا أبو محمد. المركز الأول والكعبي المسيطر مع هذه القوة ومع وصايف يا خليفة يا أبو سالم وخليفة بن سالم مع المركز الأول. المركز الثاني، يا هذه الرموز، يا هذه الرموز، تتخيل رمز الكيلو المتر النهائي يا إخواني، كيلو، لا تقولوا ما حد ذكرنا بالمسافة، نحن مشغولين مع رشاب ومع الحلال بمتابعة المداخلات، ها هنا نعدي لافتة الكيلو المتر النهائي، يا لها من قوة ورموز حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي مع المركز الثاني. وفي المركز الثالث وصلت الأسماء، بدأت الملاحقات، هنا الشايب علي بن حمد بن خويدم العامري 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 مع المركز الثالث. وفي المركز الرابع يا لها من طيرة حامد بن عبيد بخلفها بن محمد الشامسي مع المركز الرابع. وصلت الأسماء، وصلت الأسماء، وصلت هنا شبابية محمد بسهيل، شبابة 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 شبابة، ولكن ولكن دكتور الأصائل، دكتور البطولات والإنجازات، ها هنا في مقدمة الشوط ومع السيطرة بمتابعة بالوصايف، يا وصايف يا وصايف وصايف خليفة بن سالم بن خلفان بن راشد، يا سلام الكعبي مع المركز الأول ومع صدارة الأسماء، غادرت بحفظ من الله ورعايته، غادرت بحفظ من الله ورعايته، سلام وصايف، سلام يا وصفة الناموس، سلام يا وصفة التاريخ، سلام يا دكتور الأصايل، سلام الهباب، سلام المدام، سلام أبي برشيد، سلام الكعبي، وسلام يا وصايف. المركز الثاني أيضا هنا شايبة علي بن حمد بخويتم العامل، المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الأعزاء، الوصول القوي من رمود حمد بن راشد حمد بن غدير. وفي المركز الرابع كان حضورا مميزا أيضا للريم حمد بن سالم الغيلاني. وفي المركز الخامس الوصول أيضا من شباب محمد بن سالم محمد بن سيل بعويضان العامري. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، وهذه هي وصايف ولحظات الوصول ولحظات التسلل، التسلل التسلل والانتقالة بقيادة آخر 3 كيلومترات بقيادة سليمة وموفقة حتى خط النهاية بهذه الانتقالة الرائعة والمميزة ما شاء الله. هذه هي لحظات الوصول، هذا مخرجنا يعطينا توقيت صاحبة المركز الأول مع الوصول ومع خط النهاية الذي يرحب ويتشرف دائما وأبدا بكل هذه الشعارات المتقدمة. 9 دقائق مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هذه لحظات الوصول الآن معنا، 9 دقائق 6 ثواني و3 أجزاء. شوفوا التوقيت ما شاء الله، 9 دقائق 6 ثواني و3 أجزاء من الثواني، ويتحطم التوقيت تحت أقدامي وصايف ما شاء الله. خليفة بن سالم بخلفه بن راشد الكعبي مكشكور بن محمد، ويوم الأمس أيضا مع الشبابي ما شاء الله. هنا التوقيت 9 دقائق 9 ثواني و5 أجزاء من الثواني، تهانينا والناموس لمالك الشايبة علي بن حمد بن خويدم العامري، وأيضا في المركز الثالث 9 دقائق 10 ثواني و6 أجزاء من الثواني. فكانت رموز للسيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير، تهانينا والناموس لكل الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الكرام، بداية أحييكم بتحية الإسلام فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أحييكم في هذا اليوم، أحييكم في هذا الصباح.